اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم كنتواجد مباشره في حي الالفه رومبوان الشاديه، كنهضر على مدينه الدار البيضاء. يا الدار البيضاء مرحبا بكم فين ما كنتو، مرحبا بكم من طنجه حتى للقويره. واليوم جيت وجبت لكم الجديد، وجبت لكم واحد ليكيداسيون زوين بزاف 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 من عند المحل ديال ليديز هاوس، دار لكم 70% كلشي غادي يلبس، اللي عنده واللي ما عندوش كيبقاو اي حاجه خديتوها كتبقى غير ب70 درهم او 50 درهم فقط. اعزائي المشاهدين، بزاف ديال الناس كيبغيو يكسيو وليداتهم في الدخول ديال المدرسه، وكيكون عاوتاني الدخل محدود، اجيو لهنا للمحل وما يكون غير خاطركم. اي حاجه بغيتوها غتاخدوها ب70 درهم او 50 درهم، هادشي غتجبروه حصري فقط غير هنا عند ليديز هاوس فرومبوان الشاديه. غير للاسف راه الارساليات راه ما كاينش، اللي بغى شي حاجه يجي للمحل ويختار وما يكون غير خاطرو. الا جيتو لهنا للمحل غتجبروا واحد الفريق ديال العمل ممتاز وكيساعدكم في الاختيارات ديالكم. تحيه ليهم كاملين، كل واحد بسميتو ما شاء الله والله اكبر. كاين سراول الجين، كاين سراول السورفيت قوي مجهز، بيجامات ديال الدار. المهم اجيو وقلبوا وبحثوا غتلقاوه ميزات زوينين بزاف بزاف. انتما كما كتشاهدوا، وكذلك بالنسبه للبيع راه كاين بالتقسيط وبالجمله. انا قلت له اللي جا من طرفي وبغى الجمله يسر الامور، الله يسهل على الجميع. شفتوا لي قوي مجات الكسيوات، انا غير ما قدرتش نوريكم كل شيء، غير بغيت نقول لكم واحد الحاجه. راه انا اثناء التصوير كان صداع ديال الفرفارات، نتوما عارفين هاد الايام كاينه الحراره مفرطه، وكاين عاوتاني شويه الضجيج ديال الشارع، يعني قبلوا على هاد الفيديو وصافي حيت كان شي شويه ديال الصداع. ولكن انا راه قلت لكم كل شيء ب70 درهم او تاخذوه ب50 درهم. بقاو معايا ما تمشيو فاين. السلام عليكم خوتي خواتاتي اعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. بغيت نشكر دائما، كنشكر المشجعين ديالي، كنقول لكم حتى نتوما كنبغيكم قد سما. وبالنسبه للناس اللي دخلوا عندي جديدين حتى هما كنرحب بكم، مرحبا بكم فين ما كنتو. كما وعدتكم دائما كنقلب وكنبحث وكنجيب لكم الجديد. شحال هذه ما حطيت لكم هنا الجديد ديال المحل ديال ليديز هاوس مع الصفار وداكشي، وكانوا كيجيوني التعاليق كيقولوا لي ديري لنا الجديد. ولكن عاد اليوم كتبوا، اليوم جبت لكم واحد الجديد حقيقي، يعني كلشي المحل 70 درهم حتى لين غادي يبقى على طول العام، على طول الشهر، على طول السيمانه. دائما غادي تجبروا هنا ميزات بثمن مزيان. هنايا دابا اليوم كلشي ب70 درهم، خذوا اللي بغيتوا. انتما كما كتشاهدوا سوا بغيتو الساك، سوا بغيتو هادو كيكونو مزوقين بحال هكايا. هانتوما كتشوفو لي ديتاي، كاينين هاد حتى هدا هاكا بنتي، هادو راه فيهم الوانات. هانتوما كيما كتشاهدو فيهم الوانات ديالهم، كاين ديتاي كبارين حتى لاين حتى الإكس إل، حتى الاكس ال راه فيهم لي طاي كبارين. مرحبا بكم وعاد مرحبا. واللون هذا زوين ديال اللولا ولا بخير، هذا للاسف هذا فيه غير السمر فقط. المهم بنيتات الدخول ديال المدرسه، راه نتوما كتعرفوا المصاريف وداكشي، اجيو لهنا كسيو وليداتكم باقل ثمن غير 70 درهم فقط. وكذلك كاين شكل اخرين، هادو ملهمش ها هو زادها هبط لكم. اعزائي المشاهدين اللي غيجي كاع من طرفي ولا من عندي غادي ندير لكم 50 درهم فقط. يلا بالمناسبه ديال الدخول المدرسه نتوما عارفين المصاريف، هانتوما هادو كيبقاو دابا غير 50 درهم فقط، غير 50 درهم الدخول المدرسي لبنات طاي صغيره سمول. هانتوما الثوب ديالو زوين ممتاز. كذلك ما نساوش كاين حتى الجين، ياك حتى الجين. اجيو مرحبا بكم، اش ندير لكم شي حاجه الدخول المدرسي. انتما فيهم هادو، هادو طيب صغار هما هادو، انا نوريكم على القي. هادو السمول ولا من اليوم 36 38، 36 38، كاين 34 حتى هي. المهم الجين كيبدا من 36 حتى حتى 40، من 34 اييه حتى ل 40، حتى ل 40 مخيره مزيانه. كلشي غادي يلبس، اللي كيقرا واللي ما كيقراش واللي كيمشي للخدمه. وراه فيهم الشكل، واخا تشوفوا هكا هادو ديال البنات راه كاين اللي كيكونوا سافل بحال هكا، راه كاينين. انا ما غاديش نقدر نوريكم كامل كلشي، ولكن راه كاينين
جينات احسن هاديه بالنسبه اللي غادي يبغي الجين عادي. كذلك واش كاين هذاك لونوار باقي هانتوما هادو حتى هما 70 درهم بالنسبه حيت انا اللي عارفيني بزاف ديال الناس كنبارطاجي الجمله. المهم بالنسبه هما باقي المهم الا جيتو من طرف عالم ناسي ما غايديروا لكم الجمله وثمن الجمله شي شويه يكون ناقص غنشوفوا على حساب لاكونتيتي. اي بالنسبه للجمله غادي تشوفوا على حسب العدد على حسب الكونتيتي. هذا زوين راه كاين العدد مع هذا غون تاي غون تاي هذا تاي كبير انتما كما كتشوفوا كيتلبس هذا شي شويه قصير عارفين البنات وعندو هاد القوش هنايا انا ما غنقدرش نوريكم كلشي باش تشوفو راه كاينين الموديلات كذلك هذا واعر ولكن بلا ما نقول لا مارك راه يجيو لهنا ويكتشفو راسهم هانتوما انا باش ما نتكرش السميه زوين هذا بزاف مرحبا بكم والف مرحبا شنو باقيين انا مازال معكم اعزائي المشاهدين دابا جيت الجهه ديال راول السيرفيت هانتوما كما كتشاهدوا وبالنسبه لهادو فيهم لي تاي من السمول قلتي لي حتى دوبل اكس ال حتى دوبل اكس ال كاين دي موديل اللي فيهم تريبل وكات اكس ال و... ما شاء الله كلشي غادي يلبس هانتوما كما كتسمعوا كاين شي موديلات راه فيهم حتى تريبل يعني كات شنو كتسميوها كات اكس ال كات سانت اكس ال يمشيو لي الحوار كيمشي ليا هانتوما زوينين هادو حتى هما غير 70 درهم غادي تحتاجو دابا للدخول المدرسي او غير الدخول المدرسي او بزاف هادو كيتحتاجو ضروري ما يكونوا عندنا في الدار يعني ضروري ما يكونوا عندنا اللوانات كاملين باش نبدلو الثمن ديالهم كيبقى حتى هو غير 70 درهم المحل كله 70 درهم ولا بغيتو الجمله مرحبا بكم ماشي مشكل هانتوما اللوانات ديالهم ما كاين حتى شي مشكل الا غيجي من طرفي كله باغي يكون غير خاطره وكذلك الا جيتو هنا المحل كتلقاو الفريق العمل في الاستقبال ديالكم وكيساعدكم وكيساعدوكم عفوا في الاختيارات ديالكم غير اجيو مرحبا بكم ما يكون غير خاطركم صافي هاد البلو درتو شوفوا هذا اللون هذا سمحوا لي اليوم غادي ندير الري لكم الحفله بحال هذا راه فيه دوبل اكس ال غير 70 درهم فقط دابا غادي ندير بهادو شنو قلت لك سيوات شنو هما هادو غوب شوميز انتما كيما كتشهدو انا جاوني فيهم عدة استعمالات فيهم لا تونيكا كيما كتقول لنا ديك صاحبتي تونيك المهم غير كاين البنات اللي غيمسوهم هكا بوحديتهم اللي ما كيديرش فولار ولا شي حاجة كيصلحو في الدار كيصلحو في الشام ولا توقف على الكاميرا شوية كاين اللي غادي يلبسها مع جينز لين كاين اللي غادي يلبسها مع لي جينز كل واحد وكاين اللي غيلبسها كيما هكا وديال الخيط هانتوما ديال الخيط وحتى هي الثمن ديالها 70 درهم مبقاوش لي طاي كبارين بس اكس ال دوبل اكس ال ها راه فيها حتى الدوبل اكس ال اللونات ديالها كاين هذا هادي راه بنت كبيرة الام والال ولكن الطاي ديالها واسعه هي كبيره كتلبس هادو راه الطايات ديالهم كبارين وديال الخيط زوينه الثوب ديالهم ممتاز هذا اللون هذا شفنا الغوز هذا بنين توقيلا ها هذا الدوبل بغيتي ماري غير 70 درهم فقط هادو كيبقاو شحال اخر ثاني 50 هادو كانوا 70 درهم كانوا زادو هبطو عليكم اعزائي المشاهدين 50 درهم كاين البنات اللي غادي يلبسوهم بحال هكايا وكاين اللي كيبغي بالنسبه اللي كيدير فورا شي حاجه راه كيلبسو مع البودي ولا شي حاجه او كيدير واحد بوليغو او المهم كل واحد كيدير داكشي اللي كيخلو الطنون دراسو كيفاش الطريقة ديال اللبس ديالو وكتجي طويلة حتى لتحت زاد نزل لكم منهم الثمن كتبقى غير 50 درهم فقط كاين ولا تاي كبار فيها فيها
شاء الله رفيعة. اللون الأبيض كتجي هنا هي بلا سي كانت ممكن كتشادو راه عندها بلا سي. وهادو سوا حكاية هادو حكاية هادو كتيم ديالو هادو ممكن حتى هما يتلبسو بحال هكايا وعندهم حزين ديالهم كيما كتشادو وكاين اللي غيلبسها مع لي بين ولا شي حاجة. المهم كاع ما عرفنا ما نديرو بحال هكا كيتلبسو في الدار كسيوات هكايا والبحر ولا بيسين زوينين. حتى هي 70 درهم حتى هما 70 درهم كنتأكد لكم غير حتى هما لي صافي 70 درهم وفيهم لي بحر. كاينين حتى لي بالكمام أو طويلين هاد الساتر هذا لي جات قدا هما نتوما كاينين حتى لي كاينين طوال كاينين قصار أو كيمشيو بالكمينات أو عندهم لاستيك حتى هما كيبقاو نفس الثمن 70 درهم فقط هانتوما كاينين كتشري هادو مبقاوش بزاف هادي كمية محدودة مبقاش فيهم بزاف ابتداء من هنا قلتي لي 50 درهم هادو خصني نوريهم هادو بلاتي ندير سيبو راه زوينين هادوك كما كتشاهدوا بالنسبه لهاد لي شوميز كلهم عاملين غير 50 درهم هادو اللي كنوريكم دابا ديال الساتان دايرين 50 درهم مرحبا بكم الف مرحبا وراه فيهم لي طاي انتما كما كتشاهدوا وفيهم اللوينات زوينين نتوما كما عرفتوا راه مازالين حنايا في واحد الحراره مفرطه في المغرب كامل وكنظن حتى في العالم كامل يعني مازالين نحتاجوا نلبسوا شي حويجات بحال هكا يكونوا ديال الخيط او ديال الصباء او ديال الساتان. مرحبا بالجميع انا دائما كنبحث وكنقلب لكم ونجيب لكم الجديد وشي حاجه تكون في المتناول وكل شيء يلبس ان شاء الله اللي عنده اللي ما عندوش فقط مع عالم نسيمه والمحل ديال ليديز هاوس. هانتوما كيما كتشاهدوا حتى هادو كيبقاو هاد الصف كله كيبقى 50 درهم حتى لهنايا. ودابا غادي ندوز معكم الجهه ديال التيشورتات. التيشورتات راه دائما كيتلبسوا في الشتاء او في الصيف وفي الربيع يعني غنسميهم استعمال يومي وحتى هما كيبقاو بنفس الثمن غير 70 درهم فقط. كنعتذر ان في الفيديو كان شويه ديال الصداع نتوما عارفين الحراره كاينه الحراره مفرطه الصوت ديال الفرفارات والصوت ديال الشارع غير سمحوا لي وصافي يعني التصوير كيكون صعيب بزاف في هذه الحراره الله يرحمنا. هانتوما دابا كما كتشاهدوا بالنسبه لهاد التيشورتات فيهم طبعات مختلفة انتما كما كتشاهدوا وفيهم لي طاي كلهم زوينين في الحقيقة انتما حتى هذا كل واحد المهم اللي كيبغي الطبعة اللي بغا وصافي. شفتوا ليا غنقرب شي شوية وكاين حتى هاد الشكل هذا وما نساوش راه كاين عاوتاني غير لي سامبل انتما خذوا اللي بغيتو اختيارات هنا راه كاينة موجودة. يلا بقاو معايا باش غادي نختم واقيلا في الحقيقه كان عياب في الصاد كاين اللي كيكونوا بحال هكا طوالي انا غادي نقلب الكاميرا ونوري لكم كيف الصاد حتى هما كيبقاو نفس الثمن يا جماعه 70 درهم غير في اللون ثلاثة ماتير خوتي الاعزاء المشاهدين ختامها مسك غادي نختم معكم بالنسبه ديال التنسيق كما كتشاهدوا هادو من 37 كلهم من 36 حتى 40 هانتوما كما كتشاهدوا وفيهم الموديلات حتى هما كيبقاو بنفس الثمن غير 70 درهم فقط.
مزيان فينيسيون ديالهم زوينين خدمو مزيان. شحال كانوا سابقا؟ كانوا 150 درهم. دابا بحال تقول برومو نص بالنص بقاو غير 70 درهم اكثر من النص 70%. هادو فيهم اختلاف، كاين هادي اللي هكايا وكاين هادي اللي فيها هنايا قدام، حتى هادو فيهم مرات كبار باقي فيهم كلهم راه 36 حتى 40 كيلو ياك. خوتي وأعزائي المشاهدين، ما تفوتوش عليكم هذه الفرصة هذه، وما تفوتوش عليكم هذه التخفيضات هذه، تقريبا وصلت حتى 70%. مرحبا بكم ومرحبا، ما تنساوش دائما اللايك وابون باش تقدروا هذا الفيديو وتفعلوا لواحد العدد كبير من المشاهدين، وتعوا فائدة على الجميع دائما مع الجديد إن شاء الله. تبقوا على خير.